اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه الاستاذ طارق بن طالب والاستاذ سامي يوسف مضيفه حلقه الليله فقرتنا اليوميه بين قوسين للكاتب مساعد العبد المتابع. نلقاكم ونعود. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اختنا لكم اليوم مقالة الكاتم سعد العبدلي بصحيفة الرياضية والتي جاءت بعنوان أعيد النظر في بطولة العرب، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارة التالية: لا نختلف حول دور وجهود الاتحاد العربي لكرة القدم في رفع مستوى الكرة العربية وأيضا في لم شمل العرب. قد نتفق أو الأغلبية ترى أن الاتحاد العربي لكرة القدم لم ينجح في أداء دوره، ليس بسبب الاتحاد ورجاله، إنما بسبب العرب أنفسهم. لم يكتب النجاح لبطولة واحدة نظمها الاتحاد العربي على مستوى المنتخبات أو الأندية، وذلك إما لضعف المشاركة أو للأجواء التنافسية غير الرياضية التي كانت تسود تلك البطولات. اليوم نحن نتحدث عن جهود حثيثة يبذلها الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل تنظيم البطولة العربية للمنتخبات في مدينة جدة خلال الصيف المقبل. الاتحاد العربي أعلن منذ فترة إلغاء التصفيات التمهيدية للبطولة، وأعلن المنتخبات المشاركة في النهائيات. في تصوري أن الظروف الحالية التي تمر بها الأمة العربية لا تساعد إطلاقا على تنظيم هذه البطولة، إذ أن الكثير من الدول العربية تمر حاليا بأوضاع غير مستقرة، وليس للرياضة بشكل عام أو كرة القدم بشكل خاص، إذ أن الأمور تتعلق بعدم استقرار سياسي. وأضاف الكاتب: لا ننسى أنه من غير المستحسن أن تلتقي منتخبات عربية في كرة القدم في وقت نرى شعوبا عربية في أكثر من بلد عربي تتعرض للقتل والتعذيب. لا أتصور أن الشعوب العربية سترحب بإقامة بطولة كروية عربية في ظل الأوضاع الراهنة في العالم العربي. أتمنى أن يعيد الاتحاد العربي لكرة القدم النظر في إقامة البطولة، فتأجيلها ليس عيبا بل هو القرار المنطقي الذي يتناسب مع أوضاع المنطقة العربية الراهنة. المقالة أعلان نشرت يوم 14 من فبراير، أي قبل ما يقارب من 4 أشهر، واليوم أعيد نشرها لإيمان التام بما تحتويه. لازلت عند رأيي بأن الوقت غير مناسب تماما لإقامة البطولة وسط الظروف العربية الصعبة والعصيبة، ولعل محاولات الشركة الراعية لانسحاب من عقد الرعاية يؤكد ذلك، إذ أن الشركة ربما تشعر بعدم نجاح البطولة ما يعني تحقيقها خسائر فادحة. من أجل الشباب العربي أعيد النظر في إقامة البطولة، ليس عيبا أن أعيد نشر المقالة طالما ذلك يصب في مصلحة عامة واحتراما للدماء العربية التي تسيل في أنحاء متفرقة من العالم العربي. شوف أنا وين سحبت السماء. في صحيفة اليوم فارس الدهناء يتوصل الاتفاق مع المدرب السويسري جيجر. في المدينة الشباب يجدد فكرة إعارة الشهير للاتحاد أو الهلال. والفريدي يرفع سقف شروطه المالية إلى 35 مليون. في النادي إدارة العالمي تخطف الأسترالي كاهل بعد رفضه الزعيم. وجهاد الحسين عشقت النمور لعيون نور. في الرياضي كأس العرب تعالج المصابين في الفنادق. في الحياة نصراوي السحر لم يؤثر علينا وسنستعيد أمجادنا. في عكاظ اللامي لعكاظ الاتحاد بحاجة لرئيس شرفي داعم. في الاقتصادية نائب رئيس النصر سلفة الشرفيين حرفت.
وفي الشرق الأوسط مبالغات بروسك البالية تجبر الاتحاد على تجديد المفاوضات مع الياباني أوكازاكي. هذه عناوين صحافة الصباح. نشوف ضيوف حلقة الغد. عبد الكريم الجاسر مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال، وعبد الله فنات رئيس القسم الرياضي بصحيفة النادي الهلال. والخميس معنا المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض ضيف برنامج كورة. لازم يعني نجيب معلقين، نجيب فارس عوض، يعني أحد أبرز الأسماء ومطلوب عند الجمهور السعودي. زمان ما أسمعوا صوت فارس من يوم الوداعية الشهيرة، نبغى نلتقي فيه ونتكلم عن كثير من الأمور اللي تهم محبي وجمهور المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض. أبو فارس شكرا جزيلا لك. العفو لك، وشكرا لك ولزملائك على التقرير المميز حق محمد الشهراني، واشكر زميلي سامي اليوسف في النقاش والتضاد في النقاش. اي لازم شوي كذا. سامي شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وكرر اعجابي بالتقرير الاستقصائي، واقول هي ضربه وقائيه، وفارس دائما حبيبنا. موعدنا غدا ان شاء الله 11:30، نجدد التبريكات لعريس روتانا خليجيه علي العلياني. ترى هذه مو ولعب ناري، هذا واحد طاح عندنا. ألف مبروك حالي، فمان الله، مع السلامة.